متابعين السكولة ومعادنا مع يونت 5 بارت 1 واللي فيها هناخد درسين مهمين جدا. درس الأولاني بعنوان conversation time اللي فيها هنتابع المحادثة بتاعتنا ونكملها صورة بصورة، وبعدين هنيجي عند الدرس التاني اللي هو word time واللي فيه بنتعلم كلمات جديدة. تعالوا نبدأ دلوقتي اليونت. يونت 5 lesson 1 and 2 بعنوان at the food festival. at the food festival ودي معناها الترجمة بتاعتها مهرجان، بس مهرجان ايه المرة دي؟ food، طعام. من اسم اليونت اكيد احنا هنتعلم المرة دي عن الاكل، وفرصة مننا الطلبة بتاعتنا at the kinds of food اللي انت هتتعلمها، فبالتالي هتفيدك اكتر واكتر في ايه؟ في your daily life، في حياتك اليومية. Lesson 1 conversation time. عندنا المحادثة بتاعتنا نبدأ picture 1. What are you eating? Fried rice. Try some. It's good. يبقى ده عندي question. What are you eating? والإجابة بتاعته fried rice. ناخد بالنا من pronunciation، من النطق. Fried rice. Try some. It's good. Picture number 2. No thanks. Come on. Just a little. هذا هو الولد عندنا هو is inviting the girl to eat. أو بيدعوها إن هي تأكل إيه معاه some rice. فبالتالي قال لها just a little. عارفين little بمعنى قليل. 3. Oh, alright, but not too much. Here you go. أدي كده عندي كلمتين هو opposites. Too much و too little. يبقى عندي much و little opposite لبعض، عكس بعض. Picture 4. Hey, it's delicious. Delicious اللي احنا خدنا زيها في unit 1 اللي هي yum اللي هي بمعنى لذيذ. I told you so. افكر نفسي ان told دي is a verb اللي هو past بتاع verb ايه؟ بتاع verb tell. يبقى tell في present والpast منه told. نرى تاني من الأول وياريت نكرر معايا. Picture 1. What are you eating? Fried rice. Try some. It's good. Picture 2. No thanks. Come on. Just a little. Picture 3. Oh, alright. But not too much. Here you go. Picture 4. Hey, it's delicious. I told you so. نروح للفوكاب بتاعتنا. برجر، جود، فيستيفال، فرايد بوتيتوز، فرايد بوتيتوز، فرايد رايس اللي هو أرز مقلي. يبقى دلوقتي عندي كلمة فرايد اللي هي بمعنى مقلي، مرة استعملتها مع بوتيتوز ومرة استعملتها مع رايس. أبلز، أورنج جوس، apple juice، pineapple juice، lemon juice. كل دي اسمهم kinds of juice. يعني ممكن لما اسألك what kind of juice do you like، ممكن تقول لي I like orange juice، أو ممكن I like apple juice، أو I like pineapple juice، أو I like lemon juice. نروح للي بعدها. هلا عندنا الverb بتاعتنا ال present والpast. tell، told، try بمعنى يجرب يحاول، tried، buy، bought، come، came. عندنا expressions. come on بمعنى هيا، try some جرب شوية كده، here you go معنى تفضلي جربي، it's good إنه جيد، but not too much ولكن ليس الكثير، just a little معناها مجرد القليل. نروح عندنا الاكسبريشنز تاني وهنلاقي ان احنا بنعيد نفس الكونفرسيشن تاني بس عشان خاطر to practice it more and more. What are you eating? Fried rice. Try some, it's good. Come on, just a little. Oh, alright. But not too much. Here you go. Hey, it's delicious. I told you so.
نروح لإكسرسايز وأول إكسرسايز circle the odd word and replace it with a correct one اللي فيه زي ما احنا متعودين هحط دايرة على الكلمة المختلفة وبدلها بكلمة تانية تبع نفس المجموعة apples bananas rice pineapples مختلفة عندي rice تمام لأن دول كلهم kinds of fruit أبدل ألاقي عندي oranges great بعدها drink eat go delicious المختلفة عندي delicious أجيب أي verb وليكن watch number three rice milk lemonade juice المختلفة عندي تمام rice أجيب أي حاجة تتشرب اللي هي tea number four come on eat drink some يا ترى إيه المختلفة عندي some عشان كل التلاتة دول اللي عندي verbs فهبدأ I'm going to think of a verb هفكر بverb وليكن verb visit good delicious هاي happy ايه المختلفة عندي هاي لان كل دول adjectives think of an adjective وليكن sad great نروح بعدين بقى لشكل مهم جدا لازم نتعلمه في الانجليش وهو اسمه عندي الجملة الامرية يعني ايه الجملة الامرية في الانجليش اسمها the imperative mode imperative mode دي ازاي اعملها اللي هو ممكن اقول لحد بالعربي افعل وممكن اقول له لا تفعل اللي هو الaffirmative form اللي هو معناه افعل and the negative form اللي هو معناه لا تفعل لما اقول لحد يعمل حاجة استخدم ايه استخدم الinfinitive استخدم الايه الinfinitive يعني الفعل في المصدر اقول لك do your homework ما ينفعش اقول لك did your homework لا اقول لك open your book افتح كتابك ما اقولكش open your book لا اقولك write the lesson اكتب الدرس ما اقولكش wrote the lesson او writing the lesson اقولك sing a song ما اقولكش sing the song او sang a song لا انا محتاج عشان ادي امر لحد محتاج استخدم الفعل في المصدر في الاول عندي زي الاوامر اللي انا قريتها معاكم اما بالنسبة للنفي فكل انا اعمله ان انا قدام الانفينيتيف دي هبدا احط بالنسبه لي حاجه من اتنين يا اما dont لا اما never انا بالنسبه لي بقول مثلا امر الولاد ما يلعبوش في الشارع فاقول لهم dont play football in the street مش عايزهم مثلا يضربوا اختهم الصغيره فاقول لهم never hurt your little sister يعني تعال نجرب على حاجات تاني هنسالكم دلوقتي هل في الكلاس بالنسبه لي في حاجات ان احنا لازم نعملها وفي حاجات ما ينفعش اعملها يعني لو قلت لكم مثلا make noise لو قلت لكم مثلا make noise is it something good or something bad اكيد يا مستر something bad فبالتالي التيتشر لازم يقول لنا don't make noise او ممكن يستخدم شكل never ويقول لنا never make noise نكمل بعدها الاكسرسايز بتاعتنا وعندي الاكسرسايز of rearranging الترتيب عندي are you what eating وابدأ ارتب تمام واقول what are you eating اللي بعدها some I am rice eating ابدأ ب I am واقول نقول سوا مع بعض فكر كده كويس I am eating some rice number three favorite what food your is ابدأ ب what وفكر كده امشي بعدها واروح لمين what is طب اكمل What is your favorite food? Number four, some bought we apples. أبدأ بوي ودي جملة في الباست سيمبل هي بوت وأقول we bought some apples. نروح بعدها lesson number two اللي هو الفوكاب وأكيد الفوكاب اللي عندنا لا علاقة بالتايتل بتاع اليونت اللي هو add the food what add the food festival. نبدأ مع بعض green salad kebab kebab french fries beef burger مرة تاني green salad kebab french fries beef burger أكمل spaghetti وكنا شرحناها نطقتها ازاي اللي هو عندنا الجزء التاني ده
بيبقى ايه؟ بيبقى stronger than the first one. Spaghetti, barbecued chicken, orange juice, lemonade. ناخد بالنا من نطق تاني. Spaghetti, barbecued chicken, orange juice, lemonade. نروح لسؤال اللي هو فيه بكون عندي سؤال وببدأ بعدها كمان أبدأ أكون الإجابة بتاعتي. كل أنا محتاجه أن أنا أبص للصورة وأفكر بسؤال. ممكن أثبت سؤال للفور باكيتشرز، ولكن السؤال عندي What do you want to eat؟ المفروض أن أنا أرد I want to eat وأبدأ أشوف إيه الحاجة اللي عندي دي. يعني number one I want to eat French fries. I want to eat what? French fries. Number two, What do you want to eat? I want to eat salad. I want to eat salad. Number three, What do you want to eat? أدي الquestion والanswer. I want to eat what? Spaghetti. Number four, What do you want to eat? والanswer. I want to eat a chicken. I want to eat what? A chicken. ممكن أسأل سؤال تاني بدل What do you want to eat؟ ممكن أسأل What did you eat؟ واجاوب بالباست I ate وابدا اسمي الحاجه نفسها اللي انا اكلتها. ممكن اسال حد تاني What do you like؟ وممكن اسال حد تاني What's your favorite food؟ كذا طريقه للسؤال. ممكن اسال What can you see؟ اسئله كتير وافكار كتير. اهم حاجه ان انا وانا بجاوب بجاوب باستخدام الكلمه نفسها، سواء كانت سباجيتي تشيكن سالاد او كانت فرنش فرايز. نروح لسؤال choose the correct answer. We were the food festival. اختار حرف جر مناسب. We were at. Great. What are you? وبص الانسر. I am eating some kebab. يبقى بالنسبة لي I am eating some kebab. يبقى بالتالي عندي ابص كده هو للإجابة وابدأ كده اخد بالي انا عندي am eating. يبقى اخد مين عندي eating. Fried rice, try some. It's, طالما انا هعمل try يبقى it's ايه؟ It's good. Come on just a little. Here you, عارفها من conversation. Here you what? Here you go. Hey, it delicious. It what? It's delicious. What did you? افتكر did. يجي بعدها infinitive. يبقى what did you buy? I bought apples. وانا عارفها واخدها. I bought what? I bought some apples. You very much. عارفها هي؟ اه تمام. Thank you very much. You welcome. اسمها you're welcome. I am going to eat salad. يا ترى لو سألت نفسي What color is it؟ هلاقي نفسي روحت لي green. My father is pineapple juice. بنعملين الباينابل جوز ده؟ بعمل له drinking. أروح لسؤال rearrange. And is my food favorite chicken barbecued. وابدأ بmy هتبقى answer عندي My favorite food is barbecued chicken. Number two, favorite lemonade is drink my. خلي بالك drink هنا تم استعمالها كاسم بمعنى مشروب. يبقى اقول lemonade is my favorite drink. Don't they like fries french. ابدا بthey واقول they don't like french fries. Like we much very juice apple. وابدا بwe واقول we like apple juice very much. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. تابع كمان الفيديوهات كلها وما تنساش لو انت محتاج الشتات اللي احنا اشتغلنا بيها في الحلقه النهارده في الحلقات التانيه كل اللي عليك تحت موجود عندك الرابط. ادخل وحمل كل الشتات ويا رب تكمل وتتابع معانا لحد ما نخلص المنهج بتاعنا من خلال قناه السكولر.